حضر معاكم. غنحتاج نص كيلو ديال الفرينه اللي عندي هنا، عندي نص كيلو اللي غندير. غنحتاج شويه ديال ما زهر، واحد جوج معالق ديال ما زهر، خلطتهم هنا مع الماء ودرت شويه ديال الخرقوم. غنحتاج هنا شويه ديال واحد الحبه نتاع مسكه الحره اللي غندير هنا. غنحتاج شويه ديال القرفه، واحد راس معلقه صغيره، هنا عندي غير نص كيلو. غنحتاج نص ديال الساشي نتاع الخميره ديال الكاطو لو ليفيغ. غنحتاج شويه ديال حبه الحلاوه وغادي نخلط هنا معلقه صغيره. هادشي اللي غنحتاج اخواتاتي. غنحتاج صفار بيضه، غنحتاج 125 غرام نتاع الزبده دايبه، درت انا هنا المزيانه، وغنجمع بالماء العجينه. غنجمع بالماء، درت هنا كاس ونشوف الا خصني. وندير الوراقه هنايا اللي غندير من بعد. دابا خواتاتي غندوز معاكم، ندير القصعه ديالي هنا. كيعجبني انا نخدم في القصعه، كيعجبني حاجه كبيره نوسع يدي. دابا غندير معاكم داك النواشي هنايا، دير داك المعلقه نتاع حبه الحلاوه والاخر، كل واحد شنو كيبغي ينسم، وتستغربلوها في الاخر رقيقه باش ما تقطع لكمش العجينه. غندير داك نص كيلو ديال الدقيق هنا اللي مغربل عندي ديال الفرينه. حتى دوش قبيسه د الملحه، هنا الملحه دائما كت واحد قبيسه د الملحه. غنخلط كلشي هنا داك النواشي. واللي بغى ينسمها ولا لا بغى يخليها هكا، انا كيعجبني نسمها، وانتم الواحد الاختيار ليكم، حنا كنقترحوا عليكم وانتم شوفوا داكشي اللي بغيتو. غندير داك صفار بيضه هنايا، غندير ديك الزبده دايبه سخنها دابا ذوبتها هنايا. كنذكر معاكم المقادير، درت 125 غرام تاع الزبده المزيانه، كتعجبني القصعه كبيره، كنبغي تلعب يدي كما بغيت فيها. غنخلطو مزيان هذا الشيء، نبسو هاد العجينه. درت نص كيلو، واللي بغى يضاعف المقادير واللي لا بغى يدوب المقادير يديرهم. انا درت غير نص كيلو، هنا كاين اللي كيبغي القياس نتاع نص كيلو، عطيت لكم ديال نص كيلو. غنجيب داك شويه ديال ما زهر اللي خلطت هنا مع الماء، درت جوج معالق ديال ما زهر. ودرت شويه ديال الخرقوم باش يعطيني شويه ديال اللون، ونجمع بالماء. كاين اللي كيدير الحليب، كل واحد باش كيبغي يجمع، انا كنبغي نجمعها بالماء. ديروا الماء بالتدريج، ناقص جوج شويه قاسحه، ما ديروهاش جاريه. هانتوما كي كتجي خصها تجي قاسحه هكا باش ما كتعذبناش. دابا غنجمعها، ندلكها شويه، غنحيد القصعه ديالي من هنا وندلكها شويه.
دابا خواتاتي غنجمع العجينه ديالي ونرجع معكم ان شاء الله. من بعد اخواتاتي ما حيدت العجينه ديالي من القصعه، دابا غندلكها شويه. دابا اخواتاتي غنقطعها ونجمعها في البلاستيكه، نجمعها في البلاستيكه ترتاح شويه على ما نوجد العسل ديالي ونوجد كل شيء. خواتاتي من بعد ما رجعت معاكم دابا غنطلق داك الكويرات ديالي، مابغيتش نطول عليكم الفيديو. كنت بادية انا كنجيبو شوية ديال النشا فرينة ولا اللي بغي، باش ما بغيتو ورقو بالنشا ولا ولا بلا فارين. نعاود معاكم واحدة اخرى. دابا خواتاتي غنساليه وملي نرجع للماشينه نقطعها ونرجع معكم ان شاء الله. خواتاتي بعد ما رجعت معكم دابا غنطلق ديك العجينه ديالي، غندوزها في الوراقه هنا، كل واحد والوراقه ديالو. انا عندي النمره جوج هي اللي مزيانه عندي، كتجي هي هذيك باش ما كتجيش رقيقه بزاف، ما تجي غليظه. هانتوما خواتاتي كيخصها تجي باش ما تعذبكمش. دابا غندوزها غير كتقطع، الا عندكم اللي كيساعدكم من الاحسن، انا راني غير بوحدي. هانتوما كي كتجي خص تكون هكا معزولة باش ما كتعذبكمش. تجي شوية العجينة ديالها قاسحة، كنحطوها هنا. دابا غنقطعها على القياس اللي بغيتو نتوما، كل واحد كي كيبغي يقطعها. ها نتوما خواتاتي ملي كتجي معزوله كتجيكم تخدموها كي بغيتو باش ما كتجيش. انا غنديرها كرموسه، ندير معكم واحدة أخرى، والكبر الاختيار لكم أخواتاتي. الكبر نتوما اللي بغا يقطعها كيما بغا يشكلها يشكلها. ديروها هكا تشدو لها الريوس باش ما يتحلوش في القليان. ندير معاكم الشكل اخر اللي كيجي ساهل، بغيتي تشكلوها غير هكا شنيخه باش ما كتحلكمش في المقله. زيروها شويه، كان نقولوا للبنات اللي مازال ما بادين وما
لانسيانات راه عارفين الخدمه ديالها. ها نتوما خواتاتي كتجي مفروقه هكا. دابا انا غنسالي العجينه ديالي كامله، وان شاء الله ملي ندوزو للقليان غنشوفوها ان شاء الله. خواتاتي بعد ما ساليت الكريوش ديالي، كل واحد كي كيسميه، ها نتوما خواتاتي راني ساليت. دابا غندوزو للقليان ان شاء الله. هانتوما خواتاتي من بعد ما وجدت الزيت ديالي تسخن، دابا راه كتسخن، انا وجدت العسل. ها العسل ماتيريال اللي كما قال الاخر اللي بغينا راه وجدناه، ودرت هاد الشبيكه هادي باش نقطر العسل الكريوش ديالي. بسم الله. خواتاتي بعد ما رجعت معاكم، ها نتوما كريوش ديالي بعد ما وجدتها، هذوك البشنيخه اللي درت بحال البشنيخه، ها نتوما خواتاتي كي كتجي كتجي فتيه ما شاء الله. ماشي انا اللي كنشكرها، كنشكرها اللي كلاوها عندي عجباتهم. ها نتوما خواتاتي كنتمنى تعجبكم ان شاء الله، واللي درت بحال الكرموسه. ها نتوما كي كتجي ما شاء الله كتجي فتيه ومعلكه، كتجي رائعه. كنتمنى تعجبكم ان شاء الله، وتحضروها وتخليونا لي لايك ديالكم، واللي ما شاركش في القناه يشارك معنا. وشكرا لكم على المتابعه، الى الوصفه المقبله ان شاء الله.